لنبدأ من يعني بيان البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث أكدت أنه يمكن اعتبار الأمر منتهيا، ومع ذلك إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير. بالتزامن، وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني الآن نشرت يعني تغريدة وأكدت أن الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة، وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف. هناك يعني أنباء غير رسمية تصرح بأنه هناك موجات جديدة من الهجوم بالطائرات والمسيرات على إسرائيل. أيضا مصادر مطلعة بالقوات المسلحة الإيرانية تؤكد أنه تم تحذير دول المنطقة قبل الهجوم من أنها ستكون هدفا إذا شاركت في عمل ضد إيران، وهذا ما أكده كذلك وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، حيث قال: سنرد بقوة على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران. المؤشرات محمد تشير إلى أن إيران بدأت هجوم مركب على إسرائيل تضمن استخدام أسلحة ونقاط انطلاق متعددة. نتحدث عن إيران، عن اليمن، عن العراق وعن لبنان، وذلك لضمان النجاح بسقف لا يؤدي إلى اشتعال حرب إقليمية كما يقال هنا في العاصمة الإيرانية، مع أخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك رد إسرائيلي قد يكون داخل إيران وفي طهران. حقيقة الآن يمكن القول أن الأهم من الضربة الإيرانية هو اليوم الذي يلي هذه الضربة. حاليا في العاصمة الإيرانية هناك ردود أفعال شعبية، هناك احتفالات بالشوارع رصدناها من خلال التلفزيون الإيراني الذي بث الصور مباشرة من ساحة فلسطين في وسط العاصمة الإيرانية وفي عدة مدن كبوشهر والأهواز وقم وأصفهان وشيراز وبقية المدن الإيرانية. هناك احتفالات في وسط الشوارع احتفالا بالرد الإيراني على إسرائيل، وأنه حولت إيران أقوالها إلى أفعال حقيقية وبدأت ضربة قوية ضد إسرائيل. من جانب آخر كذلك نشهد زحمة كبيرة على محطات البنزين كما رصدناه هذه الليلة في شبكات التواصل وكذلك في شوارع إيران، ويعني هناك زحمة كبيرة أمام محطات البنزين على الأقل في طهران. الأمور حتى اللحظة على طبيعتها، ولكن الترقب سيد الموقف، ونحن نتابع آخر المستجدات من العاصمة الإيرانية طهران، وهذه هي آخر المستجدات من هنا يا محمد. نعم.